رعى معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة افتتاح مركز الطب التجديدي بجامعة الخليج العربية، وهو مركز متطور وفريد من نوعه في المنطقة، يعمل على علاج العديد من الأمراض المستعصية بتقنيات إعادة الهندسة الجينية وقراءة التسلسل الجيني وتطبيقات الخلايا الجذعية وتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لتصنيع الغضاريف والأنسجة التالفة. نعم، واطلع رئيس المجلس الأعلى للصحة خلال جولته في المركز على التقنية التكنولوجية فائقة التطور والبيئية الآمنة والمعقمة وفق أقصى درجات البروتوكولات الطبية في سبيل توفير بيئة آمنة للتعامل مع حساسية عينات الخلايا الجذعية وزراعة الخلايا في بيئة لا مثيل لمستوى أمانها على وحدة قراءة تسلسل الجينوم ووحدة الأبحاث. بعد ذلك قال رئيس المجلس الأعلى للصحة ووحدة الخلايا الجذعية ووحدة الطباعة الثلاثية التي تستخدم في طباعة كثيرة كزراعة الأنسجة الجلدية. وبهذه المناسبة أشاد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة بالمستوى المتقدم الذي أسس وفقه مركز الطب التجديدي في مملكة البحرين. من جانبه بين معالي الدكتور سعد بن سعود الفهيد رئيس جامعة الخليج العربي أن جامعة الخليج العربي لما تحظى به من دعم ورعاية من لدن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي تفردت منذ تأسيسها بطرح التخصصات الفريدة والنادرة والتي تتصدى للاحتياجات الاستراتيجية لمجتمع الخليج العربي. الحقيقة احنا فخورين يعني بمشاهدة هذا المركز المتطور الحديث اللي يحتوي على كل يعني التطورات العلمية في هذا المجال، وإن شاء الله يكون هذا طبعا بيكون له مردود كبير على الصحة في البحرين وعلى المرضى، خصوصا السرطان، على مرضى كثير من الأمراض الثانية مثل الكارتليج في الركبة وغيره. فإصلاء هذه عندنا الحقيقة مركز ممتاز جدا، وإن شاء الله بيكون هو أساس لتطوير كثير من العمليات الجراحية وعمليات العلاجية حق المرضى في البحرين. مناسبة سعيدة للبحرين وكل الخليج، افتتاح مركز الطب التجديدي اللي راح يكون بإذن الله نواة لخدمة المواطن الخليجي والبحريني، يقدم خدمات علاجية لأمراض لا يمكن علاجها بالطريقة التقليدية. الحمد لله بشهادة الجميع وشهادة كثير من العلماء حول العالم، يعتبر من أحدث إذا ما كان أحدث مركز الطب التجديدي في منطقة الشرق الأوسط، في تكنولوجيا جديدة راح يخدم الخليجيين، بالإضافة إلى معالجة مشاكل صحية مثل السرطان، مثل العلاج الجيني، الأمراض الجينية، العلاج بالخلايا الجذعية، مكافحة الشيخوخة، هذا بالإضافة إلى الخدمات البحثية والتعليمية اللي راح يقدمها. وإن شاء الله يكون هذا بداية إن شاء الله لعدة مراكز خليجية في الطب التجديدي، لأنه هذا هو أصلاً طب المستقبل.